وعمل رؤوس حجريه داخل البحر بطول 300 متر من الاحجار يمين وشمال البوغاز، حتى عندما تهدر الطيارات البحريه بالرمال فكانت بتغلق سابقا البواغيز وبتحدث المياه او تمنع حركه المياه وتجددها من البحر الى البحيره والعكس. فهذه الرؤوس الحجريه بتضمن عدم انسداد هذا البوغاز مره اخرى او لفترات طويله بدل ما كانت العمليه بتتكرر سنويا. فهذا الشيء هو اقامه رؤوس حجريه، وايضا تطهير المسافه داخل البوغاز، وايضا تطهير المساحه المجاوره للبواغيز لاستقبال اي رمال في المستقبل. كميه الرمال التي سيتم تفريكها او تطهيرها تصل ب 700,000 متر مكعب. طيب ماذا سنستفيد بهذه الرمال؟ كميه كبيره سيتم استخدامها في حمايه شواطئ بورسعيد بفردها على شواطئ بورسعيد حتى تكون خط دفاع سريع ضد اي طغيان للبحر او التاكل. يبقى بالتالي ضربنا اكثر من فائده من تجديد نوعيه الميه، البواغيز تظل في حاله حركه دائمه للميه. ثالثا ان انا استفيد بها في حمايه شاطئ بورسعيد بهذه الكميه، وبالتالي هذا هو التكامل بين المحافظه ووزارتي الزراعه والري في هذا يمكن حاليا في المنطقه قبل الاخيره. في المنطقه قبل الاخيره كميه اجماليه هتوصل لحوالي 110-115,000 متر في المنطقه بتاعتك. ما نزلناش لسه، لا لسه حضرتك ما بدأناش في التشغيل الاثنين، كان في بعض المشاكل المرتبطه